أهلا بكم. موقع حائل من الناحية الجيولوجية يتكون من جزء يقع على الدلع العربي ومشهور بشح المياه، والآخر يقع على تكاوين رسوبية مشهورة أيضا بوفرة المياه. الجزء الواقع في الدلع العربي تقع عليه الكثير من المدن والمحافظات في منطقة حائل، ويعاني سكانها من نقص في إمدادات المياه الواردة لهم. ومن هنا انطلقت وزارة المياه والكهرباء في إنشاء مشروع شامل لإيصال المياه لتلك المحافظات. في حلقة هذا الأسبوع من المشروع نتابع هذا المشروع وتفاصيله، فكونوا معنا. تكوين الدرع العربي الذي تقع عليه أجزاء كبيرة من منطقة حائل هو التكوين الجيولوجي الذي يعرف بأنه لا يحتوي على مياه جوفية، وهذا التكوين تقع عليه نصف مدن وقرى منطقة حائل، والتي أضحت تعاني من شح المياه في بعض شهور السنة وانعدامها في البعض الآخر، مما يتسبب في أزمات مياه للمنطقة. منطقة حائل طبعا تقع على مساحة كبيرة حوالي 120 ألف كيلومتر مربع، تمثل نسبة 6% من مساحة المملكة. منطقة حائل مقسومة إلى قسمين، قسم غني بالمياه يقع على التكوين المائية، وقسم آخر يقع على الدرع العربي المعروف بشح المياه. ما في مياه، المياه تعتمد فيها على الأمطار وعلى معدل سقوطها السنوي، فلا يمكن الاعتماد عليها في تأمين المياه للمواطنين. ال 15 سنة الماضية ظهرت الحاجة الماسة لتأمين المنطقة الواقعة، المحافظات والمدن والقرى الواقعة على الدرع العربي بالمياه، لأنه انتهت المياه السطحية اللي عندهم، فأصبحت هناك مشاكل، ارتفعت أسعار المياه، أصبح هناك أمور كثيرة. يعني احنا طبعا محافظة سميرة والقرى والحجر التابعة لها، طبعا نبعد عن مدينة حائل 140 كيلو. كنا الماء الصالح الشرب، طبعا احنا داخل الدرع العربي، فالماء الشرب والطبخ كنا نجيبه من حائل طبعا، أو من مشروع اليمين المشعل يبعد 250 كيلو متر. وكان طبعا بالنقل وفي أزمة، يعني يصل الماء يصلنا إلى المنزل من 800 إلى 900 ريال، وهذا يرافقه أيضا سوء من نوعية المياه، قد تكون مالحة وقد تكون شحيحة. وبعض القرى طبعا حتى بالألف ما يجيهم، في صعوبة جدا لهم، فأصبح هناك تحدي كبير أنه 50% موزعين على منطقة شاسعة وما يمكن ولا عندهم مصادر مياه، أقرب مصدر المياه يبعد حوالي 200 كيلو عنه. طبعا الماء هو وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء هو شريان الحياة، فكان من سميرة يعني مزارعهم وأماكنهم اهجروها انتقلوا إلى مدينة حائل، واستاجروا على 25 و30 ألف بسبب قل المياه. هنا أصبح التحدي اللي نشأت من أجله فكرة المشروع الشامل. فكرة المشروع الشامل هي نقل المياه من المناطق الغنية بالمياه على تكوين المياه إلى مناطق الدرع العربي، إلى المحافظات والمدن والقرى والهجر، عددها أكثر من 600 مدينة وقرية ومحافظة متوزعة على هذه المساحة. فلما نبعت فكرة المشروع الشامل بنيت على أربع قواعد: الدعم الحكومي الذي قدمته حكومتنا الرشيدة للمشاريع بالمملكة بشكل عام بما فيها منطقة حائل، والوزارة ممثلة بإدارة تنفيذ المشروعات لما تبنت الفكرة وتخطيط وتصميم المشروع، والدعم الكبير الذي وجدته المديرية والمشاريع من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن وسمو نائبه، والجهد الكبير اللي بصراحة أنا يعتبر شهادتي فيه مجروحة للزملاء اللي بالمديرية، لأنهم بذلوا جهدا عظيما وطاقة لا يعلمها إلا من عاصرهم. وبعدين وزع مستهدف
فكرة المشروع الشامل هي نقل المياه من المناطق الغنية بالمياه على تكوين المياه إلى مناطق الدرع العربي. تقريبا تمثل نصف مساحة منطقة حائل إجماليا. أيضا المدن والقرى والمحافظات والهجر المستهدفة في هذا المشروع الشامل تقدر ب 600 قرية، ويمثل هذا العدد تقريبا ثلثين عدد القرى والمدن والهجر في منطقة حائل. بعد ما اعتمدت فكرة المشروع تم إسناد التصميم إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة في المملكة، وقدم العديد من الأفكار حول أفضل السبل لإيصال المياه إلى هذه المحافظات. طبعاً نحن في المديرية جلسنا مع المصمم أكثر من جلسة، وبالتعاون مع مجلس المنطقة راجعنا التصاميم وأدخلنا عليها بعض التعديلات اللي تخدم المنطقة وتقلل التكاليف، سواء في تكاليف التنفيذ أو تكاليف التشغيل والصيانة. طبعاً التصاميم مرت على استشاريين حتى خارج المملكة، أكبر استشاري معروف في المياه استشاري اسمه IBG مكتب سويسري شارك في تصميم المشروع، لأنه يعتبر يعني فريد من نوعه. أنت تخدم ما تخدم مدينة، وأنت تخدم منطقة كاملة، يعني ما تجي تنفذ شبكة في مدينة أو شبكة في قرية، أنت تنفذ شبكة لمجموعة مدن وتمده بمصدر مياه مستمر وبكمية معقولة تكفي حاجة المستخدمين وبجودة عالية. وأيضا المدن هذه متباعدة، الطبيعة الجغرافية صعبة، في حرات، في مناطق وعرة، فيه مسافات متباعدة جدا بين المدن، ولكن بحمد الله وتوفيقه وفي ظل يعني الاعتمادات المالية اللي وفرتها الدولة يعني تم التغلب على جميع هذه الصعوبات ولله الحمد. مصدر المياه الرئيسي المغذي للمنطقة والذي تم تحديده لبداية المشروع هو حقل الشقيق شرق حائل، حيث تشير الدراسات إلى أن الموقع يزخر بوفرة المياه، فتم اختيار موقع الشقيق موقعاً لحفر الآبار، وحفر به عدد منها، وأنشئ خزان لتجميع المياه، ومحطة للتنقية، ومضخات لدفع الماء. حقل الآبار هذا هو منطقة اختيرت جيولوجياً بحيث أنها تكون من أفضل المياه في منطقة حائل، وهو تقع على متكون الساق، المتكون الساق المعروف جيولوجياً يعني بوفرة المياه. هذا أقرب مكان، يمكن أقرب مكان موثوق يمكن الاعتماد عليه في تأمين المياه. متكون هذا حجم الحقل تقريباً 40.5 مليون متر مربع. أحيط الحقل كاملا بسياج معدني لضرورة الأمنية، يعني حقل الآبار اللي احنا فيه هذا واحد من الآبار، عين من الآبار جميعه اتصلت بخدمات الكهرباء والأسفلت، ومحاط أيضا بسياج معدني آخر وسياج أمني لضمان سلامة الآبار وعدم تعرضها لأي عبث من أي شخص آخر. كم عدد الآبار اللي موجودة في الحقل وكم المسافات بين كل بير وبير؟ أنا أشوف هنا بير وفي تقريبا 1 كيلومتر في بير ثاني، المسافة هذه كيف درست؟ المسافة هذه درست جيولوجيا بحيث أنه يكون حقل السحب للبير، لكل بير لا يتعارض مع البير الآخر، فعادة ما نأخذ من 700 متر إلى 1000 متر بين البير والبير بدائرة قطرها 700 إلى 1000 متر، ويكون هذا نطاق سحب البير هذا بحيث لا يؤثر على البير الآخر. فهذا وجميع الآبار موصولة بأبراج ضغط الكهرباء لخدمتها، وهي دائما موجودة فيها غطاسات كهربائية بحيث تكون نوعية المياه وطريقة سحبها بطريقة آمنة
وسليمة. كم عدد الآبار وكم عمقها؟ عدد الآبار اللي عاملة الآن 18 بير، واللي تحت الإنشاء 25 بير الآن. 25 بير. إنتاج البير الواحد 4900 متر مكعب باليوم الواحد. طبعا أعماق الآبار الموجودة في حقل الشقيق 350 متر تم الحفر عليها، آخر 90 متر تم تركيب مصافي من السلستيل لضمان جودة المياه ونقاوة المياه وتنقيتها من الشوائب قبل أن تدخل إلى محطة التنقية. هذا واحد من الآبار، أيضا هو أحيط بسياج معدني، والسياج المعدني لا يفتح إلا ببطاقة ممغنطة بحيث أنه يمكنه من عدم العبث به. تفضل. مكونات البير الواحد هو بير عميق، والبير فيه فلوميتر وصمام هواء ونن ريتيرن فالف وصمام عدم رجوع، ايضا في وحده لحمايه من المطرقه المائيه ومحول كهربائي لتغذيته بالتيار الكهربائي. ايضا كل وحده من الابار او كل بير له نظام مستقل بحيث انه لا سمح الله تعطل النظام المركزي يمكن ان يشغل ذاتيا من عبر الموقع بطريقه الكترونيه قبل ايضا التشغيل اليدوي. بعد استخراج المياه من الآبار تنقل إلى محطة التنقية لتتم معالجتها. تأتي المياه الخام إلى خزان المياه الخام بس قبل الدخول إلى الخزان عندنا أبراج التهوية، وذلك للتخلص من أكسدة الحديد والتخلص من بعض المواد. بعد ذلك بعد هذه المرحلة ندخل إلى خزانات، الخزانات هذه موجود فيها الميديا اللي هو المعالجة الأولية الترشيح الرملي. بعد ذلك نتجه إلى خزانات الكاتريج فلتر، ومع إضافة بعض المواد الكيميائية مثل الكلور ونزع الكلور وموانع الترسب. بعدها تدخل على وحدات الفلاتر النانو. بعد ما ندخل للمرحلة هذه طبعا يضاف بعض الكيميائيات مثل منع الترسب. بعد ذلك خلال أثناء هذه المرحلة في الفلاتر تنقسم المياه إلى قسمين، المياه المنقات ويتم ضخها إلى خزان التجميع الرئيسي بالتضرف على المناطق المستهدفة. الجزء الثاني من المياه وهي المياه المرفوضة طبعا بما فيها من أملاح ومواد ضارة يعاد الملوحة فيها عالية عشان كذا رفضت يعني. نعم، المياه المنقات تقريبا حجم سعتها 150 ألف متر مكعب، أما المياه المرفوضة الرجيع فيتم ضخها إلى أحواض التبخير. أحواض التبخير طبعا هذه عبارة عن منطقة واسعة جدا يتم تسويتها ويتم تغطيتها بمادة بلاستيكية من البولي إيثيلين، وبعد ذلك يضع فوقها تسرب المياه إلى الأرض مرة. نعم، حتى ما يصير فيه ضرر من تسرب المياه الشديدة الملوحة واللي فيها مواد ضارة إلى باطن الأرض، وبالتالي زيادة التأثير على الآبار القائمة وزيادة ملوحات. هذه وحدة تحكم فرعية للمحطة التنقية فقط، وهذه يعني تمكن جميع المشغلين هنا أنهم يتحكمون في وحدة التنقية كاملة من دخول المياه إلى خروجها من محطة التنقية فقط. وحدة التحكم المركزية داخل مبنى الإدارة الرئيسي، لكن هذه وحدة تحكم فقط في محطة التنقية. يتم في هذه المحطة مراقبة نوعية المياه
والتأكد من عمل الصمامات، مضخات الضغط، ترفع ضغط المياه داخل أوعية النانو فلتريشن، وبما يمكن الوحدة كاملة من ضبط أي أعمال قصور في هذه الوحدة. المحطة هي ثاني أكبر محطة لتنقية المياه الصادرة من الآبار في العالم، والتي تستخدم تقنية النانو. ولضمان جودة المياه الصادرة من هذه المحطة يتم إجراء اختبارات مستمرة على مدار اليوم في مختبرات أنشئت داخل هذا المشروع. طبعا هذه عملية مهمة وتتم بشكل يومي. أولا أثناء حفر الآبار يتم أخذ عينات بعد الانتهاء من البير والتأكد من نوعية المياه من البداية. أثناء التشغيل، الآن المشروع تحت التشغيل، عندنا مختبر المياه في المديرية أخذ عينات بشكل دوري. ولو أنه ولله الحمد نوعية المياه أساسا المياه الخام، يعني مياه مقبولة، تتم المعالجة الأولية للكلورة وإزالة بعض الأملاح الخفيفة، لكن أيضا يتم أخذ عينات، حاليا يتم أخذ عينات يوميا واختبارها. أيضا بالإضافة إلى أجهزة القياس الداخلية داخل المحطة، هناك مختبر إضافي لتأكد أيضا من ضمان أن جميع العينات والمياه الشرب تصل بنقاوة عالية دون أي ملوثات أو مواد أو أملاح زائدة عن الحد المسموح به. مياه المنتجة في هذا المشروع تعتبر من أعلى مواصفات المياه المنتجة في العالم. درجة النقاوة هنا 100، نتكلم عن 180 بارت بير مليون، وهي في عرف المياه الخام المنتجة من أفضل المواصفات عالميا. تتكون محطة المعالجة أيضا من أجزاء مختلفة تخدم سير العمل في الموقع، فقد وفر فيها سكن خاص بالعاملين، وكذلك تم توفير الطاقة الكهربائية بشكل خاص للمشروع، وذلك لعدم وجود مصدر للطاقة في الموقع قبل إنشاء المحطة. المشروع يقيم له للتغذية الكهربائية خط هوائي ناقل overhead transmission line من المحطة الرئيسية في حائل إلى موقع الحقل بطول تقريبا 65 كيلو متر. أيضا تم إنشاء محطة التحويل الكهربائية، تحويل من الجهد العالي 132 كيلو فولت إلى 13.8. بعد ذلك تم استقبال الطاقة الكهربائية من الشركة السعودية للكهرباء إلى مبنى الكهرباء في المشروع، طبعا مقسم إلى عدة أجزاء بعدة قدرات. مثلا عندنا طاقة الميديوم فولتج 13.8 تغذي منطقة الآبار أيضا بخطوط هوائية مزدوجة، كذلك عندنا قدرة ميديوم فولتج 4000 لتغذية المضخات الرئيسية للمشروع اللي هي محطة ضخ سلف ومحطة ضخ زاخة، بالإضافة إلى الجهد المنخفض لتغطية المباني الإدارية وتغطية الحي السكني. من الأجزاء المهمة في المشروع ولحمايته اللي هي خزانات المطرقة المائية، نظرا للارتفاع الكبير
أو الاختلاف الجغرافي بين منطقة الضخ حقل الشقيق ونهاية الضخ في خزانات بزاخة اللي تبعد حوالي تقريبا 110 كيلومتر، تقريبا فرق الهد اللي نحتاجه تقريبا 615 متر. فرق الهد اللي هو الارتفاع. فرق الهد عندي ارتفاع عالي. منطقتكم هنا صفر، الوصول في الخزانات 615 متر، نحتاج رافع الهد اللي يرفع المضخات 615 متر حتى توصل المويه للخزانات. ممتاز. طبعا الجزئيه هذه اهميتها في حاله انقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، تكون الرد المتوقع انه كميه المياه اللي بالانابيب ترجع بشكل عنيف على المحطه، مما يسبب تلف بالمحطة وبالمضخات. لذلك عملت هذه الخزانات حتى تحمي كخط حماية للمحطة اللي تتجه المياه، جميع المياه تدخل داخل الخزان. طبعا موجود فيه نسبة هواء ونسبة موية، الماء يدخل ويضغط على الهواء حتى يصير ما في فراغات ويرجع يفرغ ثاني مرة، ويرجع تتكرر العملية هذه زي المطرقة حتى تخفف من الصدمة، حتى يقف أثار الانقطاع المفاجئ للكهرباء. بعد أن تنهي المياه رحلة التنقية تبدأ رحلة أخرى بنقلها عبر الأنابيب لمئات الكيلومترات من موقع المحطة إلى خزانات السلف أو بزاخة، لتكون هذه الخزانات المحطة قبل الأخيرة قبل أن تستقر بين يدي المستفيد النهائي في منزله أو مزرعته في حائل. طبعا بعد ما ننتهي من عملية تنقية المياه تجي الخزانة التجميع الموجود هنا في حقل الشقيق وسعته 50,000 متر مكعب. بعد ذلك تأتي المياه إلى غرفة المضخات أو مبنى المضخات لرفع المياه المنتجة إلى المناطق المستهدفة. طبعا احنا الحين عندنا محطتين ضخ، نحن الآن في محطة ضخ بزاخة تتكون من 5 مضخات، المضخة الواحدة بقدرة رفع 615 متر، و التصرف حق المضخة الواحدة 310 لتر في الثانية. مهندس خالد، أعظم المناسيب حق خزان السلف وبزاخة. كل هذه المنظومة تتم إدارتها من خلال غرفة التحكم الرئيسية بمبنى الإدارة، وفيه يتم التحكم في جميع أجزاء المشروع ومراقبة جميع مكونات والتأكد من طريقة تشغيلها وتتبع النظام وتتبع محطات الإنتاج من منطقة الآبار حتى خزانات التوزيع في بزاخة والسلف في المناطق الثانية. منطقة الإنتاج أو عملية الإنتاج تستمر على مدار الساعة ولا لكم فترات معينة؟ المحطة تعمل على مدى 24 ساعة يوميا، والنظام التشغيل فيها يعتمد على 24 ساعة. في جميع الأوقات هذه تكون المحطة عبر فرق تشغيل متناوبة تتم تشغيل المحطة وتتبع سير مراحل إنتاج المياه من الآبار حتى مراحل التوزيع. يضم المشروع عدد كبير من الخزانات التي تم توزيعها على محافظات المنطقة بحسب الحاجة الحالية، مع إمكانية التوسع المستقبلي. وتم تصميم الخزانات وفق تصاميم تحقق الهدف الرئيس من المشروع. كان هناك عدة خيارات، مثلا المصمم كان طارح، الاستشاري كان طارح أفكار كثيرة في مواقع مختلفة
خزان مثلا على مرتفع في جبل سلمة وخزان آخر على أجا بحيث أنه تغطي المنطقة الجنوبية كلها. لكن بعد الدراسة وبعد استشارة يعني أهل الخبرة من المواطنين اللي يعرفون طبيعة الأرض، لأن استشاري مهما كان متميز لا يلم بطبيعة الأرض، ما هو مثل أهل البلد. فتم الاستعانة بهم واقترحوا موقع وفعلا شفنا واقنعنا الاستشاري فيه واقتنع فيه يعني فنيا، ما هو احنا اقتنع فنيا انه افضل. روعي في التصميم، النظرة المستقبلية ليس حاليا فقط، الى سنوات قادمة ان شاء الله، لانه يوفر حتى في تكاليف التنفيذ غير تكاليف التشغيل والصيانة، لانك تنفذ على ارض منبسطة، هي أرض منبسطة لكن طبيعتها أعلى من اللي جنوبها واللي شمالها، فالماء يصلها بالضخ من الحقل، لكن منها إلى، وهو الأهم، الجزء الأهم اللي من خزانة التوزيع إلى المحافظات والمدن والقرى المستهدفة في الدرع العربي يكون بالجاذبية الأرضية. الخزانات من الخرسانة المسلحة مدعمة، وهي دائما ما تتكون من ثلاثة أجزاء وأربعة أجزاء، بحيث أنه إذا دخل الخدمة جزء من الخزان يبقى الجزء الآخر في التشغيل، قيد التشغيل. طبعا كان في عدة خيارات أن تكون من الخرسانة المسلحة أو من الستيل أو من الجي أر بي أو من، لكن تم الاختيار الخرسانة المسلحة لأنها تعطي عمر أطول وتعطي متانة وجودة أفضل رغم أن تكلفتها أعلى، ولكن تم اختيار الأفضل لهذا المشروع لكونه يعني مشروع استراتيجي ومشروع يعني يمثل العمود الفقري لخدمة المنطقة هذا الواقع على الدرع العربي. الحمد لله استخدمت فيه المواد أعلى المواد من حيث الجودة، سواء كتكلم على، إذا تكلمنا على أسامي أو براند نيم حق المضخات صمامات، روعي فيه أنه تستخدم المواد ذات الجودة العالية والعمر الافتراضي الطويل بما يضمن سلامة التشغيل. أيضا المشروع يتكون يعني خطوط النقل داخل المشروع تمتد لأكثر من 3000 كيلو متر. فعل نظام حماية التسرب وملاحظته اللي هو الليك ديتكشن سيستم، أي تهريب بسيط يعطي على طول إنذار لمركز المراقبة والتحكم هناك، ويتم قفل الصمامات المحددة وتحديد مكان التهريب بدقة حتى يتم إصلاحه وتقليل الهدر من المياه. ويوجد بالمشروع أكثر من 200 خزان عالي سعاته التخزينية ما بين 100 متر مكعب و 600 متر مكعب، ويوجد أيضا في المشروع أكثر من 35 خزان أرضي بسعة تخزينية من 1000 متر مكعب إلى 20000 متر مكعب، كما أن هناك خزانات استراتيجية تخدم هذا المشروع. في هذا الموقع يوجد 100000 متر مكعب مقسم على خزانين 50000 و50000، أيضا في موقع بزاخة يوجد خزانين 50000 و50000 متر مكعب. أحدث مشروع مياه حائل الشامل نقلة نوعية في منطقة حائل بعد إيصال خدمة مشروع المياه للعديد من المنازل في أحياء المدينة وكذلك القرى التابعة للمنطقة، وقطعت مديرية المياه في حائل شوطا كبيرا في تنفيذ المشروع. المشروع أحدث نقلة كبيرة في المنطقة من ناحية الاجتماعية، الحد من الهجرة اللي حصلت في المنطقة بسبب نقص الماء بعض القرى وصعوبة الحصول عليه، وآثار اقتصادية تمثلت في توفير الماء والتقليل من الصرف على شراء الماء بالناقلة. الآن يا رب لك الحمد، يعني بعد ما كان الأسعار الباهظة الآن ويدقون علينا أصحاب الوية بالبيوت على 120 ريال، لأنه الشيب الآن عن سميرة 40 كيلو، وتوفرت يا رب لك الحمد المياه، وعلى وشك إن شاء الله بعد أن الآن ركبت العدادات عندنا بجميع محافظات سميرة والقرى والهجرة التابعة لها، وعلى وشك إن شاء الله أنه بالفترة القريبة إن شاء الله يوصل للمنازل.
هذا المشروع عندنا حلم، ولكن الحلم الآن صار حقيقة واقعية عايشة. حنا مرينا في مرحلة يعلم الله فيها من ناحية عدم وجود المياه، وكذلك زيادة الطلب على المياه والقيمة السوقية للناقلات. فالآن بعد ما تم المشروع نحمد الله وصار متدفق في المنطقة، وفر علينا الكثير. أول شيء أنه وفر المزارع رد. من الآثار اللي حصلت الآثار الصحية بوجود ماء ذو جودة عالية. بدأت الآن ترجع الناس اللي راحوا وتركوا مزارعهم وتركوا أماكنهم، بدأوا الآن يرجعوا. وهذا كله بفضل الله ثم دعم حكومتنا وأمير المنطقة الذي يمكن بذل قصارى جهده لتذليل الصعاب، وهذا نعمة من الله نشكره والله وشيء عليها، وأن يديم هذه النعمة على أمننا. وهذه لم تأتي من فراغ، إنما جاءت بجهد، والدولة حريصة على المواطن أينما كان في أي موقع كان. أكثر من 600 محافظة وقرية وهجرة في منطقة حائل ستستفيد بعون الله تعالى من هذا المشروع عند اكتماله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشروع. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.